مساء الخير. اول شيء بدي اعلق على فكره انه هيدي الحكومه اذا نحن معولين عليها، هيدي مسرحيه اقليميه دوليه عربيه بمبارزه لبنانيه على الساحه، فمن الاصل مش كل الناس عطتها الثقه ولا كل الناس مامنه انه حيقدر يوصلوا لمحل. بالنسبه اللي عم بيقول انه نحن بنقدر نفوت على المطاعم او مع هيدا الشيء او لا، بنقدر نفوت على المطاعم وعلى بيوتهم وننزل من الحنفيات وبالاسانسير ومطرح ما بيكونوا مثل ما فاتوا على بيوتنا وعلى كوابيسنا وعلى احلامنا، بحق لنا نفوت. ثانيا هن عم بيقولوا عن الناس ما عم بتقدر تضبوا الزعران من الشارع، بنقول لهم الاولى ضبوا ال 128 ازعر اللي بالمجلس النيابي. انتوا هول الاولى هو 128، مش نحن بدنا نضب من بين 1 مليون لبناني بالشارع نضبط الزعران. بعدين عم تقول على القمع، هن عم يقمعونا، عم بيسكتوا صوتنا، ما تزعلوا لان نحن صوتنا اقوى من صوتهم. هن برصاص بيقتلوا شخص وعشرة ومية، نحن بكلمتنا بنقتلهم بقلوبهم بملايين. نحن بنوصل للعالم كله بصوتنا، لو ما بيخافوا منا ما عم يقمعونا. نحن اذا نحن زعران عم ندافع عن كرامتنا، الي الشرف نكون من الزعران. اذا زعران عم ننزل ندافع عن حقنا اللي هن هدروه، الي الشرف نكون من الزعران. بعدين عم بيقولوا عن هيدي الثوره انه هي فاشله وفيها 100 راس. طبعا هيدي الثوره مش بس بتضم طرف واحد، فيها احزاب زمان ما وصلت على السلطه، فيها ناس مستقلين، فيها ناس كثير. انا بدي اقول لهول الاشخاص كفيكم تقتلوا بعض، المرفوض بيناتنا هو بس يلي فايت لينفذ اجنده وصاروا معرفين يا 8 14. غير هيك لو كان 8 و14 كل الناس كانت محزبه. لازم نمسك دينا بدين بعض، نهجم عليهم، لازم نفوت على المجلس. لشو خايفين؟ بدي فوت على المصارف وبدي فوت على المجلس وعلى قصر الحكومه وعلى قصر الشعب وعلى هو حقنا. بدنا نفوت كلنا دينا بدين بعض، وبيموت منا 10 و100 و1000 اللي بدل منا بكمل البلد. غير هيك تعالوا نقعد ببيوتنا. بعدين مين قال بدي ثوره سلميه؟ ما بدي ثوره سلميه. بقول له لو بتسمح لي تقوم عن الكرسي، من بعد امرك بترجعني المال اللي سرقته، من بعد امرك بتقدر تعمل حسابات لإلك تحط لي قاضي نزيهي حاكمك. شو هالمسخره هي؟ ما في ثورات بالعالم بتكون سلميه. يلي بعده زعلان يخبرني، يلي زعلان على قصه سلميه وعم تنزلوا تخربوا، شو عملتوا لنا بالسلميه؟ طاولتكم 30 سنه نهبوكم وانتم ساكتين. عملوا دويلات، كل حزب وكل طائفه بلبنان عندها مدارسها وجوامعها وكشافها ومستشفياتها وتلفزيونها. وين تلفزيون لبنان؟ شي مره طلع ترند ورجع باندا تلفزيون للثوره؟ رجعوا لي تلفزيون لبنان بالشكل الوطني وتاخذوا منا ثوره بامها وابوها. نحن من هون استاذ مساء هن عملوا البدون اياه. بس أسوأ ما شي بالحريه طلع انه انت مضطر تتحمل ناس معك تحت سقف هالبلد لانك مامن بالحريه، لانك مامن ما فيك تلغيهم. بس هن ما مامنين غير انه بدهم يلغوك، قاعدين متاريس تحت الطاولات لبعضهم. انا بدي اقول لكل الزعماء اللي عم يسمعونا، اذا انتوا قاعدين تلغوا تقتلوا مليون لبناني اللي انتوا ناطرين الفرصه لتنقضوا عليه، صفوا بعض واللي منكم يحكم. بس انتوا بكره التاريخ حيحاكمكم، حتوصلوا لوقت استاذ مارسيل بس يصير لبنان مثل الدول العربيه ويجي يحكمونا كل السفارات والدنيا كلها ليتقاسموا لبنان، هن اللي حيدفعوا الثمن وهن اللي بيكونوا جابون على ارضنا، مش الشعب اللي عم بدافع عن حقه. بكفي بقى بس خلاص ومواربه للامور. هيدي الدويلات تبعكم نحن اللي دفعنا عن لبنان، نحن اللي عم بتدفعونا ثمن وطنيتنا. بكره بيتكافئ الازعر يلي كان واقف بوجنا، الازعر يلي هو واقف مع زعيمه ضد حقه ومصلحته، بكره بيكافئوه بيوصلوه مع الوزارات ونحن بيقعدونا. باقي الثوره باقي عقلوبكم. وغير هيك خلي حسان دياب مع احترامي له بدنا وزاره للهجره، اذا بده يشكلوا هيك وزاره هيك حكومه اعملوا لنا وزاره للهجره وبنكون ممنونينكم. ما في شعب حيضل تحكموه. وشكرا.